مشاهدينا الكرام، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عدم وجود خطوات دولية رادعة لإيقاف عدو الإنسانية المسمى نتنياهو أو محاسبته على المجازر هو نهاية الإنسانية بحسب تعبيره. وتابع أن المنظمات الإرهابية التي تحارب تركيا تدعم من قبل إسرائيل. يعلمون أيضا بأن أولئك الإرهابيين يقومون بعملياتهم، ويعلمون جيدا بأن المظاهرات التي يتواجدون بها يرفعون فيها الأعلام الخاصة بهم بهذا التنظيم الإرهابي إلى جانب العلم الإسرائيلي. هم يمضون قدما إلى جانب إسرائيل، والمنظمات الإرهابية كلها تدعم أيضا من قبل إسرائيل، وهم جنب إلى جنب. هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أحفاد صلاح الدين الأيوبي، ولا يمكن أن يكونوا أحفاد فاتح سلطان محمد وأحفاد السلاطين العثمانيين. وللتعليق ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول الدكتور سعيد الحاج، المحلل السياسي التركي. دكتور سعيد، أحييك على الجزيرة مباشر. وبالطبع نريد أن نفهم يعني ما الذي نستطيع أن نقرأه من تصريحات الرئيس أردوغان التي استمعنا إليها الآن، خصوصا أنه تحدث عن دعم مباشر من قبل إسرائيل للجماعات الإرهابية على حد تعبيره التي تقوم بهجمات ضد الدولة التركية. مساء الخير، تحياتي أستاذ أحمد. هو طبعا الموقف التركي في تصاعد لفظيا وكلاميا وسياسيا ضد دولة الاحتلال، ضد نتنياهو. هو جزء منها متعلق بالموقف الأساسي لتركيا، وجزء منها متعلق بالشارع التركي المتناغم مع هذا الموقف السياسي، وبالعكس الذي يعني ينتقد الحكومة التركية على بعض الإجراءات الاقتصادية المتأخرة مثل النفط الأذربيجاني الذي ما زال عبر الموانئ التركية يذهب لدولة الاحتلال. لكن تصريحات أردوغان اليوم ترتبط بشكل أساسي بالعملية الأخيرة لحزب العمال الكردستاني ضد إحدى شركات صناعة الطيران والصناعات الدفاعية، والتي يعني هناك ربط أساسي بالنسبة لتركيا بينها وبين حديث أردوغان مؤخرا عن ضرورة تقوية هذا القطاع، قطاع الصناعات الدفاعية، حتى تكون تركيا قوية وتمنع إسرائيل من أن تفعل ما تفعله بالفلسطينيين. فكانت الإشارة الحقيقة في هذا السياق يبدو وكأن تركيا تقرأها بأنها ضغط خارجي، إن كان من دعم إسرائيلي أو الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأنه اليوم كان هناك مظاهرة في إحدى المدن الأوروبية رفعت فيها أعلام العمال الكردستاني مع أعلام دولة الاحتلال جنبا إلى جنب، وبالتالي أثر الربط هنا من قبل أردوغان بين البيكاكا كحزب عمال كردستاني كمنظمة إرهابية في تركيا ومنظمة انفصالية، وبين الموقف التركي عالي السقف لفظيا وسياسيا ضد دولة الاحتلال، وكأن أردوغان يقول أننا نعاقب من قبل تفعيل الإرهاب بسبب موقفنا من دولة الاحتلال. وهذه القراءة موجودة الحقيقة، خصوصا وأنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الفرع السوري إنجاز التعبير من عمال الكردستاني، وحدات الحماية قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق الفرات. وبالتالي القراءة التركية باتت تتحدث ليس فقط عن التضامن مع غزة باعتبارها تتعرض لحرب إبادة وفقط، ولكن أيضا عن أن هذا الأمر يسري عليها كتهديد ذاتي أيضا لتركيا، إن كان تفعيل ملف الإرهاب كما ذكرت قبل قليل، وإن كان خطط أو تصورات عن إمكانية تمدد الاحتلال وتوغله ليس فقط في لبنان ولكن سوريا وإحداث خوضة هناك واحتلال دمشق وما إلى ذلك، ما يمكن أن يؤثر على الأمن القومي التركي. دكتور، كان لافت للنظر في بداية حديثك أنك قلت، والحقيقة تبدو يعني واضحة وضوح العيان، أن تركيا بالفعل تصاعد من خطابها ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن على المستوى السياسي أو مستوى الحركة على الأرض لربما لم تقدم شيء جديد غير الذي قدمته خلال الشهور الماضية في هذا السياق. لماذا؟ وهل من الممكن أن نرى تحركات أخرى على أرض الواقع من الممكن أن تفعلها تركيا وتخطوها أم لا؟ لست متفائلا كثيرا الحقيقة. يبدو أن تركيا بالنسبة لها قد وصلت لسقف المواقف والإجراءات العملية، إن كان ما يتعلق بإعلان عن وقف التجارة المباشرة مع دولة الاحتلال، رغم أن هناك تقارير عن استمرار التصدير من تركيا لدولة الاحتلال عبر دول ثالثة وأطراف ثالثة، وإن كان ما يتعلق بالمسار السياسي والخطابي والقانوني أيضا بالاشتراك بقضية الإبادة أمام محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا. أما ما يتعلق مثلا بالنفط الأذربيجاني الذي ذكرته قبل قليل أو العلاقات الثنائية أو ما إلى ذلك، هناك فيما يبدو لي بصناعة آلية صناعة القرارات التركية هناك حركتان أو يعني شيئان يقيدان تركيا كثيرا. الأمر الأول أنها تقدم الاقتصاد بشكل أساسي، وهي الآن ما زال في مرحلة تعافي كبيرة، ولذلك لا تريد هزات اقتصادية، فمن جهة لا تريد أن توقف هذا النفط الأذربيجاني الذهب لدولة الاحتلال، ولا تريد أن تعاقب إنجاز التعبير
فيما يمكن أن يرتد دبدبات أو هزات اقتصادية وما إلى ذلك. والأمر الثاني، منذ بداية الحرب كنت أتحدث بأن هناك قراءة لصانع القرار التركي بأن العقد الماضي، عقد الثورات العربية والثورات المضادة وما إلى ذلك، تركيا تفردت ببعض المواقف عن عدد من الدول الإقليمية والدول العربية، ورأت أنها بسبب هذه المواقف دفعت أثمان وأكلاف سياسية واقتصادية وما إلى ذلك، وهي بهذا الدافع ذهبت لحالة من تهدئة الأوضاع وتدوير زوايا الخلاف مع عدد من الأطراف العربية والإقليمية، ولا تريد الآن في ظل هذه الإبادة أن تتفرغ بموقف ما يمكن أن يعود عليها مرة أخرى بأكلاف وأثمان اقتصادية وما إلى ذلك. هي تريد أن تفعل شيئا، ولكنها تريد أن تفعله جماعيا مع منظمة التعاون الإسلامية، مع جامعة الدول العربية. وطالما الأطراف الأساسية الفاعلة في القضية الفلسطينية من دول عربية أساسية ليست فاعلة، فتركيا ليست مستعدة أو ليست راغبة فأن تتفرغ بقرار أو بسقف أعلى من الآخرين. ولذلك نرى أن يعني رفع السقف دائما يكون خطابيا وسياسيا أكثر منه إجرائيا فيما يتعلق تحديدا بملف الاقتصاد. وأنت تدرك أن ملف الاقتصاد تحديدا خلال هذا الحرب أمر حيوي جدا. هناك تقارير تتحدث بأن النفط الأذربيجاني بات يغذي حوالي 55 إلى 60% من احتياجات دولة الاحتلال في حين هي في حالة حرب، وبالتالي مجرد التلويح بهذه الورقة ربما قد يكون له أثر ما هنا وهناك. ولكن واضح أن صانع القرار التركي لا يريد أن يذهب لهذا الأمر، لأنه قد يعد من قبل إسرائيل والدول الداعمة لها وتحديد الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ربما تخطي لخطوط حمراء قد يعود على تركيا بعقوبات أو إجراءات، وهي لا تريد إن كان في ملف مكافحة الإرهاب أو في الملف الاقتصادي أي هزات في هذه المرحلة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد الحاجة، المحلل السياسي التركي، كنت معي عبر الإنترنت من إسطنبول.